هل من كلمة توجيهية لأصحاب الفضيلة الخطباء حيث أن معنا خطباء منطقة المدينة المنورة؟ الخطباء لا شك أن عليهم مسؤولية لأنهم يوجهون الناس في الخطب ويقفون أمامهم في كل جمعة، فعليهم أن يعدوا الخطبة إعدادا جيدا حسب الحاجة، حاجة البلد. لا تخطب في الناس وتذكر لهم أحوال العالم وأحوال الدنيا وتذكر لهم كل شيء ويطلعون بدون فائدة. عليك أن تركز على واقعهم وما يحتاجون إليه وما هم واقعون فيه من الخطأ، لأن الخطبة شرعت من أجل هذا. نعم.